معكم نهاد نهاد أوتوموتيف. نهاد أوتوموتيف طبعا الشخص هذا اللي يصور حاليا اللي ورانا هذا واحد من المحاربين القدامى لعالم السيارات، بس دائما يخبي وجهه. طبعا بعرفكم على السيارة هذه. أيوة هي سيارة حلوة جميلة ومعروفة في شعب الإمارات يحبونها كثير. هذه السيارة اللي يسلمك نيسان فيتك 2019. أيوة اسمها سليبر نايم. هذه في بطنها 1800 حصان. أونلي 1800 حصان أونلي بس تشي بسم الله الحمد لله. لا ما يستوي نصيح ويلات ما يستوي خلاص تركنا هذا الموضوع في حلبات خاصة يا أخي ما يستوي. يحرضوني على أني أنا أكون أوتلو ولكن إحنا دائما نتبع قوانين الدولة واستخدام هذه السيارات في الأماكن المخصصة فقط. طبعا أنا موجود اليوم مع أخونا نهاد الله يعطيك الصحة والعافية شكرا على ضيافتك وأنا أخذت المايك عنه وأنا تكلمت وهو مخلنا شيء بس واقف معاي. هذا جست سيارة حلوة كثير على ذكى قلت لك هذه سيارة حلوة كم هورس باور الله يحفظك وظهرة وظهرة لي وهي براند نيو أقل عن 10,000 كيلو مخزنة مخزنة أوكي نعم. طبعا مش للبيع لا مش للبيع لا مش للبيع مش للبيع عيبل يعني يمكن أبيع الكدني ما بتاعي بس I don't sell it. أوكي تحياتي لكم أخوكم يوسف الأنصاري من حساب كار آي دي مركبة وهوية شكرا حياك الله أستاذ فرصة سعيدة حياك الله شكرا.